انا هذا الفيديو راني قاعد ننبه وننصح في الناس اللي راهم حابين يدفعوا فيزا اسبانيا، من الافضل انكم تدفعوا بالملف يعني نتاعكم خاوتي. اذا كنت تسلك خويا العزيز 3 ملايين ادفع ب 3 ملايين، تسلك ب 4 ملايين ادفع 4 ملايين، تسلك 5 ملايين ادفع لي فيج دو باي 5 ملايين، يعني ما تبدلش فيهم. كاينين بزاف ناس تروح لهم تحب تستفسر ولا تسقسي على الدوسي، يقول لك شحال تخلص مثلا، انت تقول له خلص 4 ملايين، يقول لك واش رايك وكان انا نبدل لك لاباي، انا نبدل لك الرول في، انا نبدل لك كذا. يعني هو الهدف تاعو مش باش انت باه تدي فيزا، والله الهدف تاعو باش يبيع لك هذوك الوثائق بالدراهم باش يدي من عندك الباي. فهمتوا لي خوتي الاعزاز؟ يعني من الافضل انكم تدفعوا بالملف تاعكم عادي جدا، والفيزا راهي مكتوب خوتي. يعني تدفع، كاينين الناس يسلكوا 7 ملايين ما عطاهمش الفيزا، والناس يسلكوا 3 ملايين مدوا لهم. فهمتوني؟ ان شاء الله راهي وصلت الفكره اللي حبيت نوصلها لكم. يعني اي واحد يدفع بالملف تاعو عادي، اللي ما راهوش خدام يدير بالبريزون شارج، ولكن لازم يكون يا اما ايتيديون في الجامعه، والله في معهد، والله في تكوين، والله في شبه طبي، والله مهم راك دير في فورماسيون ولا في تكوين، وعندك هذيك كيما قلنا الشهاده المدرسيه، والله تدفعها في الملف زائد الملف تاع الوالد تاعك الكالون تدفع. انا نعرف بزاف ناس مدولهم الفيزا بهذه الطريقه.